أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم أطفالنا في رمضان. إحنا النهاردة لسه مكملين معاكم من دار الملائكة بالهرم عشان نعرف أطفالنا محتاجين إيه عشان يعيشوا حياة أفضل. يلا بينا نتعرف على أطفالنا وعلى الحاجات اللي محتاجينها. هيثم نور، مدرب رياضي للاطفال، اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. كنت سمعت من الاطفال قد ايه هم متعلقين بيك ومرتبطين بحضرتك، فعايزين حضرتك تكلمنا اكتر عن الرياضه اللي بتمارسها مع الاطفال وازاي الرياضه دي بتاثر عليهم ايجابيا وبتطرد الطاقه السلبيه جوه الاطفال. هو الرياضه عامه لاي سن لاي بني ادم بتطلع الطاقه اللي جواه سلبيه او ايجابيه، بس هي نوع الرياضه ايه. انا بتعامل مع فئه من المجتمع اللي هم ذوي احتياجات خاصه، ايتام معاقين. نوع الرياضه بالنسبه لهم بيفرق، مش هينفع ان انا اديهم جرعه تدريبيه زي الاسوياء. براعي ده في حاجه اسمها فروق فرديه لازم اراعيها ما بين البني ادم السوي والمعاق. انا عندي في ناس اعاقه ذهنيه وفي ناس اعاقه حركيه، ازاي هعرف ان انا اوظف بينهم كده؟ دي بتيجي من خلال المعامله معاهم. لازم اعرف كل واحد بيحب ايه عشان اعرف اربط ما بينهم، وفي المجمل في الاخر هي بتبقى حاجه اسمها العاب ترويحيه. حاجات منها ان هي بتحرك الجسم والعضلات، ومنها ان هما بتبقى حاجه مبهجه بالنسبه لهم. بتحب ترسم؟ اكيد. بترسم تعمل ايه تاني؟ رسم. بتغني؟ بغني. وايه تاني؟ اغني ماما جايه. طيب شوف بقيت زمايلك اسمك ايه؟ سعيد. سعيد ترسم يا سعيد؟ بعمل كل حاجه. بعمل كل حاجه. شاطر. انت في مدرسه؟ ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي. طلع اولى سنه. خلصت امتحانات؟ بتصوم في رمضان ولا لا؟ بتصوم. طب وانت بتصوم ولا لا؟ اسمك ايه الاول؟ ياسر. ايه ياسر؟ بتصوم في رمضان ولا لا ياسر؟ بتصوم. شاطر يا ياسر. سمعت من زمايلك انك بتغني، صحيح بتغني؟ مش قوي في الغنى، انا قوي في الدراسه بس. طب يلا سمعنا حاجه بمناسبه رمضان. يلا قول. ماشي. رمضان. ماشي. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقالوا زمان غنوا وقولوا شهر طوله، غنوا وقولوا أهلا رمضان رمضان جانا، أهلا رمضان قولوا معانا اهلا رمضان جانا. برافو، سقفوا له بقى كلكم. النهارده كنا في دار ملائكة الهرم وتعرفنا على الأنشطة والألعاب اللي الأطفال بيحبوا يمارسوها. احنا لسه ما خلصناش، مكملين في نفس الدار. استنونا بكرة في برنامجكم أطفالنا في رمضان.